بالرغم من كل الصعوبات اللي صارت مع كومال، بس هي قدرت انه تاخد قرار كتير مهم، وانا كمان صار لازم احكي عن حقيقة براغيا وجاتا سينغ باقرب وقت. خلاص رح اعمل مثل ما لانه لازم ارتاح من هيك حياة زوجية. بدي حاسب على كل شيء. ايه ما يتحقبك يا طبعا صح. والقرار النهائي بموضوع المصارعة هو اني رح كمل. تمام ايه. انت اللي بتقولي انا رح اعمل. خالتي أنا بدي أحكي معك هلأ بموضوع كتير مهم. إيه فاردان خبرني شو صاير. بالحقيقة اللي صاير خالتي جمونا شو صار معه؟ ما في داعي للخوف بنو، هي فقدت الوعي لأنه كانت عم تحكي بعصبية. حاولوا أنه ما تتعرض لضغط نفسي، ويفضل ما تتعرض لتعب جسدي كمان. هي ما عاد لازم تتوتر أبداً، وأهم شيء هلأ أنه تضل مبسوطة دائماً. ما بعرف كيف رح تضل سعيدة، لأنه على حسب معرفتي فيها هي رح تضل متوترة دائماً. كلكم لازم تهتموا فيها بهي المرحلة، ما فيني أوصف قديش هي بحاجة للراحة بهي الفترة. أكيد دكتور، لا تقلق من هالناحية بنوب، أنا بدي اهتم فيها كل الوقت. تفضلي فاردان. بستأذن. سلام فاردان. عود، أنا بوصله على الباب. أمي. تفضل دكتور، تفضل. أنت سمعتي شو قال لك الدكتور؟ أنت هالفترة لازم ترتاحي كتير منيح. بس يا جامونة، البنات بيهتموا بأمهاتهم وكتير منيح كمان، ولها السبب بالتحديد. انتي لازم ترتاحي مشان تهتمي فيهم. ايه شكرا مارتي، انا عن جد بشكرك من كل قلبي، بس انا بدي ارجع على بيتي هلأ. انا واثقة انه رح اتعافى ببيتي بأسرع وقت. امي انا بدي روح معك على باكريوال مشان اعتني فيكي. خالتي بتسمحي لي؟ ايه كومال اكيد. بس كومال مين رح يشتغل بالبيت وانت مو هون؟ انت رح تروحي على باكريوال وتتسلي هنيك كل الوقت ما هيك؟ بينكي انت عن جد ما بتعرفي تفكري بنوب، يعني انت مو شايفه الوضع هلا هون ولا ملاحظه اللي صاير؟ طلعي جامونا بحاجه مساعده كومال، ومع هيك انتي همك شغل البيت وبس. بس كومال رح تتصرف، هي رح تخلص شغلها هون كله وبعدين رح تروح على باكريوال، مو صح يا كومال؟ هي رح تشتغل شغل البيتين سوا.